اسماعيل محمد. سنة كام يا علي؟ سنة أولى إعدادي أصغر. أنا جاي النهاردة عشان أرفض إن مصر تكون عزبة لحد أو من في أي حاجة، وعشان أرفض إن الدستور يسيطر عليه من جماعة أو فصيل مهما كان. إحنا ما خرجناش من دولة عسكرية عشان نخرج لفاشية دينية. يعني فاشية دينية؟ ده أنا معرفش يعني إيه فاشية أصلاً. يعني إن فاشية دينية هي إن أنت تستخدم الدين اللي أنت عايزه وتتشدد في الدين وتعمل حاجات باسم الدين، والدين ما بيتاحش كل دوت. مين علمك الكلام ده؟ في الأزهر ولا أنت؟ لا أنا عارفه منين؟ بسمع كلام من ناس كتير، وأنا عن نفسي لي عقل وعقل يعني، بقرا الجرايد بقرا مش عارف. طب أنت شايف إيه علي مش حلو في البلد وعايزه يتغير؟ سياسيا ولا اجتماعيا؟ اجتماعيا لازم مطلوب الصوت تحقق عيش وحريه وعداله اجتماعيه وكمان سنيه. العيش مفيش خالص، الحريه لسه الشرطه بتسحل الناس والسجون. العداله الاجتماعيه ازاي يبقى مذيع بياخد 30 مليون جنيه وفي ناس بتاكل بالزباله؟ سياسيا فين الدستور اللي بيعبر عننا؟ الدستور اللي يبقى فيه نساء نص المجتمع اصلا، نساء نص مجتمع مصر، ازاي ممثلين في الدستور سبع سيدات وستة منهم اخوان؟ حاسسهم يعني هيعملوا حاجة في الدستور ما بني على باطل فهو باطل. حتى لو الدستور حلو، حتى لو الدستور حلو وتشكيل وحش يبقى يطلع وحش. ما انت ما تجيبليش 80 مادة مضاد وتجيب لي 20 مادة هيبوظوا البلد وتقول لي ده دستور. شفت المسودة يا علي؟ قريتها فين؟ على الانترنت؟ بيقولك ان الست زي الرجل في كل حاجة فيما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية. طب في حاجة احكام الشريعة الاسلامية بجوز ان الراجل يأدي بمراته ودوت ما يجوش في المجتمع. ليه ايه المشكلة يعني؟ لا ما ينفعش يعني انا ما اجيش اقرب مراتي اسحلها وتبقى على وشك الموت وتقول لي ده تأديب، ده مش تأديب، ايه تاني مش عارف؟ استعباط. باطل لانه اصلا بلد الشعب اللي عمله كان باطل، باطل دستوريا وشعبيا وكل حاجة. واحنا كلنا عارفين كان قايم على ايه. كان قايم على استخدام الدين في السياسة، ودعاة المساجد كانوا بيرشدوا تيار معين، وكان قايم على الزيت والسكر، وكان قايم على حاجات كتير.